كيف تختار حقيبة السفر التي لا تنكسر؟ سألتم كثيراً، اليوم أحضرت لكم كل الحقائب التي اشتريتها، من بينها التي لا تنكسر، التي تنكسر، التي تذوب، حقيبة القماش، حقيبة العجلة، المهم كل الحقائب سيكون في فيديو اليوم. سألتم كثيراً واليوم سوف أجيب. مساء النور جميعا، نور ابراهيمي معكم على قناتي نور ابراهيمي. في هذه القناة ستجدون فيديوهات سفر، نصائح، تجارب خرافية في بيوت جميلة، تجارب في فنادق، في أسوأ الفنادق، المهم أجمل تجارب السفر. إذا كانت هذه أول مرة لكم في القناة، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب لكي أصور لكم فيديوهات كثيرة. سأكون صريحة معكم، أنا متعبة كثيرا، الساعة الآن ما بعد 12 ليلا، سأذهب بعد 4 ساعات للمطار، عدت من المطار من سفرة رائعة سترونها الأسبوع القادم يوم الجمعة، عدت من سفرة متعبة، ولكن بما أنني وعدتكم أنني كل جمعة كل أسبوع سيكون هناك فيديو جديد على القناة، فقررت اليوم الجمعة أن أصور الفيديو وسأقوم بمنتجته وأنا في المطار، يعني غدا السبت سينزل، يوم متأخر ولكن على الأقل سأحاول أن أفي بوعدي. المهم سألتموني كثيرا كلما شاركت معكم حقيبتي الجميلة تينيا بسفراتنا الجميلة كما ترون في الصور، سافرنا كثيرا إلى أماكن عديدة. نور، ما هي البراند تينيا؟ نور، نريد أن نشتري مثل تينيا، فاليوم سأعلمكم كيف تشترون حقائبا تكون جيدة، كيف تتعرفون على يعني نوعية الجودة، لا يهم إذا كانت تينيا، لأنني اشتريت تينيا وأختها الكبرى هنا، أين هي؟ هنا، ولكن من الجزائر، ولكن اشتريت هذه أمهم الكبيرة، اشتريتها من بولندا فقط لأن السعر كان أرخص ولكنها نفس الجودة. ذهبت للمحل صورت لكم، فلنبدأ. طيب، لا تهتموا لغرفتي لأنني كما قلت كنت مسافرة وسأسافر غدا بعد 4 ساعات، ليس غدا، فهناك بعض الغبار، هناك بعض الخردوات، الملابس المغسولة هناك، المهم don't mind الخردة. فكما أخبرتكم ها هي كل الحقائب التي اشتريتها. في الحقيقة كانت هذه أول يعني حقيبة اشتريتها في حياتي، وسافرت بها كثيرا، كنت أسافر بهذه الحقيبة فقط، سأخبركم الفرق بينها وبين هذه. هذه كانت أيضا حقيبة من أول حقائب التي سافرت بها ولكنها انكسرت. فما هو الفرق عندما تذهب للشراء ويقول لك انكسابل، ولكن بعضها ينكسر وبعضها لا ينكسر، وحتى هذه يعني فيها بعض المساوئ سأخبركم عنها. أوكي، سأبدأ بأول حقيبة اشتريتها من إسطنبول في أول سفرة لي، يعني سعرها كان 20 دولار، يعني 400,000 دينار جزائري يعني بسعرنا، ولكن أول شيء كان خسر فيها هو هذا المقبض، يعني وهذا شيء مريح جدا لما تكون مسافر، خصوصا إذا ملأتها بالأشياء، فخسر وعادي، يعني كنت مسافر بها أيضا وسافرت بها يعني ل3 سنوات، ليست سيئة إطلاقا، ويعني ما نخافش أنها تنكسر أو لا. قولوا لي لماذا، لأنه هي أصلا حقيبة نطلعها معي في الطائرة ونحطها فوق الطائرة كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو، يعني عادة الحقائب صغيرة نحطها فوق رأسي في الطائرة، الكاريون، هذه اسمها الكاريون. طيب هذا الحادث وش صار لها؟ رحت العام اللي فات في رحلة البنات، واحدة من البنات حطتها جنب الفرن، يعني جنب المسخن الشوفاج، وحطت فوقها حق يعني معطفها حتى ينشف، كنا رحنا في البرد في الشريعة يعني في رحلة البنات، وذابت، فمستحيل أني نسافر بها مجددا، ومخبية فيها ملابس الصيف وحطتها في الخزانة في غرفتي القديمة. فهل مهم أنك تشري حقيبة جميلة أو لا؟ شوفوا مثلا هذه اشتريتها أغلى بكثير، شريتها 1,000,000 دينار جزائري، يعني 50 يورو تقريبا. الفرق هو أنه هذه أصغر، يعني هذه لما نسافر تأخذ لي ملابس لنسافر بها لأسبوعين، هذه أقل، لكن الديزاين شوفوا أجمل، ورح نوريكم أيضا الداخل. هذه أنا نشوف أنه سعرها بصراحة يستاهل أنك تشريها. طيب هل مهم البراند أو لا؟ رح نتكلموا عن البراند، خلوني نكمل نحكي لكم عن الأساسيات. طيب هذه جميلة في الداخل،
لكنها أصغر وهذه أرخص، ليست سيئة. يعني إذا كان عندكم بجت صغير ممكن تروحوا إلى أي محل الكاريون، تقدروا تشتروا أرخص وحدة. يعني أحيانا الجمال لا يهم، ولكن هذه بصراحة أشوف في صور دائما نمشي بها ورافعة رأسي. لما اشتريت هنا من الجزائر اشتريت هذه وهذه، يعني المتوسطة والصغيرة، وسعرهم الاثنين طاح لي 3 ملايين دينار جزائري أو 3 ملايين و300. طيب، وشنو هو الشيء الوحيد السيء بالنسبة لي فيهم؟ هو أنه هذا النوع لا ينكسر، يعني مهما كان يعني ترميه من الطابق العاشر لا ينكسر، ولكن هناك بعض الخبوشات يعني ينخدش. فالحل في هذا الحقائب، إذا اشتريت هذا الحقائب اللي راح نقول لكم أيضا ما هو السر، هو أنكم تشري لهم الغلاف. أنا لحد الآن عملت غلاف رائع كما راكم تشوفوا هنا في الصورة، هو غلاف بيرسوناليزي مكتوب فيه، يعني هو كبزنس كارد لما نسافر، لأنه في المطار نلتقي بأهم شخصيات في المطار، فعملته كبزنس كارد، كتبت فيه يعني اسم المتابعين، كم عندي من المتابعين، وماذا أعمل، صنعت محتوى سفر إلى آخره، في حال ما التقيت بال يعني البيزنس بيبل، الماركتينج بيبل، فخاصني نعمل هذه غلاف ونعمل هذه غلاف. لما تروحوا تشروا كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو، لما رحت شريت هذه، البراند هي ويتشن سو هذه ويتشن وهذه سنوبول. بما أنه سعرها كان رخيص، تقريبا لقيتها 90 دولار مقارنة بالأسعار في الجزائر، وهي يعني أكبر واحدة من السيريز، رحت اشتريتها. لما تروحوا تشروا راح تشوفوا عندكم دي كريتير، يعني كاركترستيكس، اللي هي يا إما 100% PP اللي هي بوليبروبين 100%. 100% بوليبروبين هو أغلى من يعني الكاركترستيك الأخرى، ولكنه النوع الذي لا ينكسر، وشخصيا أنصح به. لما تكونش 100% تنكسر، يعني هذه كانت بعد صفرة واحدة في المطار ذهابا طب انكسرت، وحتى العجلة شوفوا يعني انكسرت العجلة وخبطوها وانكسرت أيضا، راح تلاقوا أنها الداخل مش جميلة. يعني هذه كنت مخبيتها مش مستعملتها، فراح نوريكم الداخل عادي، يعني اللي هي الحقائب العادية قلت لكم، يعني مش مستعملتها، مستعملتهاش من تقريبا 2018. أحيانا نحط فيها هكا ملابس شتاء، أحيانا الأشياء التي تنغسل نحطها ونطلعها لفوق حتى تكون سهلة أني نجبدها. فقلنا تكلمنا عن هذه، إذا ما كانت 100% PP كما راكم تشوفوا هنا كما قلت في الفيديو، إذا ما كانت 100% PP فمعناها من النوع الذي ينكسر. طيب تكلمنا عن هذه، قلنا إذا كنتوا راح تشروا الكاريون يعني اللي تطلع معاكم في الطائرة عادي إذا ما كانت برند. طيب الفرق بينها وبين هذه، شفتوها هذه الداخل، راح نور لكم هذه الداخل. طيب غالبا فيها الأشياء اللي كنت مسافرة بها من قبل، فانتظروا يعني هذا الفيديو ما راحش يكون فيه تعديل كثير. ويت خليني ننزع الأشياء. معليش فيها معدات التصوير عادي. اللي عجبني فيها هو انه يعني الاورنج، يعني الشكل الجمال الداخل، وهي صح تظهر لكم انها ما تحملش اشياء كثيره، ولكنها بصراحه سافرت بها، يعني حطيت فيها اشياء اللي سافرت بها لمده اسبوع وكفاتني ووفاتني، وبالعكس رحت العرس واخذت معي يعني الهاي هيلز، يعني حذاء العرس والقفطان وكذا وكذا وكفاتني. يعني فقط الواحد يتعلم انه يقوم بالحجز. بالنسبة لحقائب القماش شخصيا لا أحبها. لماذا؟ لأني نشوف أنها تتغبر، يعني راح تتوسخ مع الوقت، ونحسها أنه طيب الداخل إذا شفتها الداخل ممكن نظن أنها خلينا نفتحها، يعني تحمل أكثر من هذه، ولكن شكلا هي It's fine، يعني شكلا مش سيئة، يعني خصوصا إذا كنتوا مهتمين بالشكل، ولكن نشوف أنها توزن كثيرا. واحد من أهم الأشياء اللي تكون معي أنا في السفر هو الميزان، راح نتكلم عليه بعد قليل، وراح نتكلم عن أشياء كثيرة أخرى.
اخر حقيبه حبيت نوريها لكم هي هذه، كنت شريتها في امريكا وسعرها كان هذا، والله ماني عارفه سعرها كم، ولكن هذه كان سعرها 27 دولار. طيب كبيره جدا، تحمل كثيرا. هذا النوع من الحقائب متى اشتريه؟ اشتريه اذا كنت اصلا في البلد اللي انا فيه وكان عندي مثلا شوبينج. سو اذا كان عندي شوبينج وش نعمل؟ نروح نشري هذه الحقائب اللي هي سعرها مثلا 27 29 دولار، ويكون فيها العجلات وايضا تحمل الوزن. يعني شوفوا كم هي كبيره، كبيره جدا اذا قارنتها مثلا بهذه، يعني تقريبا نفس السعه مع اكبر حقيبه عندي، ورايحه يعني في الطول وتحمل، وفيها كومبارتمنتس وفيها شوف يعني فيها جيوب كثيره. ف هذا النوع نحب نشريه اذا كنت مسافره اخر لحظه، او يعني مثلا قدرت اني ناخذها معي ونرجعها، مش رايحه يعني ما يكونش فيها وزن كثير في الذهاب، ولكن تحمل لي الوزن في الاياب، وما راحش يكون الوزن اللي رايح في الـ في الـ في الماتيغ، يعني في الماتيغ المادة اللي مصنوعة بها الحقيبة. طيب آخر جزء قلنا ما هي الأشياء التي تكون معي دائما عند السفر، راح نتكلم عليها في فيديو آخر، ولكن واحد من أهم الأشياء هو ميزان الحقائب، وراني حطيته ريل أدعوكم لتشاهدوه على الانستغرام. كيف راكش في غرفتي في حالة يرثى لها، لكنني anyway مانيش نبات هنا، راني نبات في الصالون. قلت لكم ميزان الحقائب، ورح نوزنوا الحقائب فارغين مثلا صغار ونشوفوا الفرق ما بينهما. وثاني شيء اللي هو اهم شيء، شنو هو اهم شيء؟ تذكرت الفيديو، واحد من الفيديوهات القادمة راح يكون الأشياء الممنوعة داخل الطائرة، يعني ما هي الأشياء الممنوعة اللي نطلعها معي داخل الطائرة، والأشياء اللي ممنوع أني نرسلها تحت، لازم أني نطلعها معي، ما تروحش عندنا كاريون، وعندنا اللي يا رب نسيت كاريون هي اللي تطلع معي في الطائرة، وتشيكتين اللي هي نرسلها تحت، فكاين أشياء ممنوع أني نرسلها تحت، فهذا راح يكون واحد من الفيديوهات القادمة. لكم حبيت اني نوري لكم ميزان الحقائب، ها هو ميزان الحقائب، شوفوا هذه فارغه شحال فيها اصلا، الصغيره فيها 3 كيلوغرامات. خليني نوري لكم الكبيره، لو ناخذ الميزان راح تقولوا لي نور من اين اشتريتي الميزان؟ والله بحثت في الماركت بليس بالفرنسيه بيز فاليز. طيب هذه المتوسطه، خلينا نوزن المتوسطه ونشوف تقريبا. شوفوا المتوسطه من هذا النوع نفس وزن الصغيرة من القماش، يعني الصغيرة راح تأخذ لك الوزن، لهذا لا أحبهم بزيادة أنه تتوسخ وتتغبر و و و. طيب وريت لكم الغلاف، أنصحكم جدا أنكم تشتروا غلاف، ممكن تشتروه من أي مكان، راح أخليكم حساب برافو 13 اللي ممكن تشتروا منه الأغلفة اللي هي بيرسوناليزي. وخليني نوري لكم لما كنت مسافرة آخر مرة الغلاف توسخ كثيرا، يعني أصبح ولكن حطيته في الغسالة، خليني نوريكم شكله بعد ما جبته من الغسالة، نظيف جدا. وهذا شكله بعد الغسالة، علما انه المطار يعني لما تحط حقيبتك في سكانر وكل شيء الحقائب تتسخ جدا، فانا حتى احمي حقيبتي انها يعني تتسخ وتنخبش نحط الغلاف. هنا شي شكون يعني قاسهولي بالسيالة، فلازم نحط له فقط نغسله بالديتاشون وسيصبح نظيف من ضرو جديد. خليني نوزن هذه فارغة يعني كآخر تجربة. طيب خليني نوزنها فارغة، كم؟ صفر. طيب واو، يعني المهم خفيفة جدا، هي خفيفة لدرجة انه لا 1.9، يعني خفيفة جدا وتحمل لك حتى 35-40 كيلوغرام.
إذن وكخلاصة، إذا حبيتوا تشروح حقائب من نوع يعني الأورنج أو البرتقالية اللي عندي، لا يهم البراند، المهم النوعية لازم تكون 100% PP. لما مثل ما قلت لكم يعني البراند الثاني كان ديسكاونت في بولندا، فقررت أني نشريها لأنها أرخص من الجزائر. فابحثوا، قارنوا، شوفوا النوعيات واختاروا حقيبتكم القادمة. كان هذا هو فيديو اليوم، فيديو نصائح طلبتموه كثيرا. إذا كانت هناك فيديوهات أخرى للنصائح لحقيبة السفر، أشياء عن المطار، أخبروني في التعليقات، سأصورها لكم. وانتظروا الفيديو القادم، سيكون تجربة خرافية. والتجارب التي بعدها، إذا كنتم لا تعلمون، أنا أحضر الآن على الإنستغرام، قمت بالإعلان عن رحلة البنات التي ستكون في قصر في أوروبا، يعني كلنا بنات فقط وسنكون في قصر. فمتحمسة جدا لرحلة البنات، ويا لكي تكونوا أول من يعلم بهذه المعلومات، لا تنسوا أيضا الاشتراك على حسابي على الإنستغرام نور إبراهيمي. وأراكم في الفيديو القادم، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. باي.